ازيك مع اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي من قناه عالم جودي. بدايه النهارده هنعمل فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو عشان انكم توصلوا ده 2000 لايك. دلوقتي هنعمل عشاء، هنعمل عشاء سهل بسيط سريع وان شاء الله مش هياخد وقت. صح؟ طيب بعرفي كده اصحابنا هنعمل ايه. جلاش. طب ورينا كده الجلاش. تمام، هنعمل الجلاش بايه بقى؟ بالشيدر، بالجبنة الشيدر، جبنة موتزاريلا. يس، وريني بسترمة. وري كده اصحابك الجبنة. ازاي الجبنة الموتزاريلا؟ تمام، وريني الجبنة الشيدر. يس، وايه تاني؟ وادي البسطرمة. دلوقتي عملنا هنا ايه؟ سيحنا ايه؟ سمنة. سيحنا السمنة عشان نبتدي نعمل ايه؟ جلاش. الجلاش. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي جهزنا الحاجة. انا طلعت الصواني والانسة جودي فتحت لفة الجلاش. ورينا بقى كده هتعملي ايه. اول حاجة لازم ندهن الصينية ايه؟ يلا يا كوكو، اول حاجة لازم ندهن الصينية ايه؟ كويس اهو. ايوة كده، اه شطورة. يلا يا كلها. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب لفة الجلاش. هناخد ورقتين ورقتين ورقتين. صح كده، ورقتين. ياس، يلا وريني هتفرديها ازاي. يلا حبيب، شاطر. استني نقرب كده عشان اصحابك يشوفوا كده. اه انت عايزه تظبطيها يعني على مقاس الصينيه بالظبط. شطوره. طب قبل ما نتني لازم نعمل ايه؟ نرش شويه سمنه. نحط شويه سمنه. يلا كلها بقى، يلا بسرعه بسرعه عشان ما يطلعش ايه معجن، يطلع مورق كده ويطلع حلو. يلا نتني الطرف اللي باقي ده كده اهو. شطور. صح، ونحط عليه هو كمان ايه؟ شويه سمنه. يس، يلا كمان ورقتين. احنا كده ايه هنعمل طبقة تحت، وهنحط بقى في النص الحشوة بتاعتنا، وبعد كده نعمل ايه طبقة فوق. لازم تكون واحدة كده وواحدة كده عشان ما تبقاش يعني جودي قصدها. احنا المرة دي تنينا من الناحية دي. صح. طب لفي الصينية. انا فاهمة قصدك، انت عايزة التانية بتاعت الجلاش المرة دي تبقى من الناحية دي. صح. شطورة شطورة خالص. يلا اعمل سمنة كمان. لا خلاص حطينا. يلا شاطرة يا جودي. صح كده على المقاس. يلا شاطر، ندهنها سمنة كويس ونتني الرق اللي باقي ده بسرعة شوية. قلتلك لما تكوني واقفة في المطبخ تحاولي تكوني ايه؟ تحاولي تكوني ايه؟ سريعة عشان ما تتعبيش بسرعة. طيب دي كده اول طبقة. تحبي نحط في اول طبقة الشيدر ولا الموتزاريلا؟ موتزاريلا. الموتزاريلا موتزاريلا، ولا نخلي الموتزاريلا فوق الوش؟ تمط كده تمط كده. طب خلاص حطي كمان ورقة جلاش، ونخلي الحشوة اللي في النص شيدر وبسطرمة. عملنا كده المره دي. ايوه يلا شطورة يا جودي. دلوقتي احنا تقريبا حطينا نص ايه، نص لفة الايه الجلاش. طيب نحط بقى الحشوة بتاعتنا. تمام، هتحطي ايه؟ اتفقنا الشيدر. الجبنة الشيدر. يلا بسرعة حبيبي. تعمل لنا سلطة؟ ماشي. جايدة تعمل لنا سلطة؟ ماشي. وانا حمر بطاطس، ايه رأيكو؟ بس يلا الانسة جودي تخلص بسرعة. هتطلع دلوقتي ايه الجبنة الشيدر. كده؟ اه حطيها بقى كده جنب بعضها، افرز يعني افرشيها كده. او عشان تعمل طبقة حلوة كده وتبقى يعني لذيذة، هي ماسكة في بعضها. طيب اعمليها بالسكينة بالروحة. لا استني هوريكي. فردنا فردنا الجبنة الشيدر للانسة جودي علشان كانت مش عارفة تطلعها. صح. دلوقتي ايه بنحط؟ هنعملها زي مربع كده. يعني المهم ان احنا نحط جبنة على قد الايه، على قد الصينية. لو في حاجة باقية كده مش مشكلة خليها هنا. طيب ممكن نحط ماشي، هنشوف موضوع الشبابيك ده. هنحط ايه بقى تاني؟ لا البسطرمة. اه قطعيها كده حتت عليها، قربي الطبق منك وقطعيها كده ايه حتت، يعني عليها كده حتت متفرقة كده يا جودي،
يعني اللي يجي يقطم يلاقي حته كده بالبركه في بقه. ايوه ما تحطيهاش جنب بعضها قوي، فرديها كده. ايوه صح كده، شطوره. يلا بسرعه. بص هنا بق بق. ايوه بق ومراخير. خلصتي يا جودي؟ شطورة. تلاجة. ما هي لازم احنا بنحط البسطرمة فين؟ تلاجة. نو في ايه؟ في الفريزر. لا احنا بنحطها في الفريزر يا جودي، ركزي. لا حطي حبة كمان يا جودي. ايه البخل ده؟ لا والله بخيلة. يا ساتر. انت بدي هفرفطهم. هفرفطهم؟ يلا بقى. انت عارفة احنا لما نيجي نقطعها. طب والله، طب تصدقي انا جات لي فكره حلوه جدا. مش احنا اربعه، انا وانتي وبابا وجايده؟ يس. عارفه لما نيجي نقسم صينيه الجلاش نقسمها كده وكده، وكل واحد ياخد مربع كامل بحاله. ايه رايك في الفكره الحلوه دي؟ يلا حطي هنا شويه بسطرمه كمان. واحده هنا. يلا اسرع يا جودي. انا بعمل سهله بس انتي اسرع يا جودي. طب يلا يلا. انا بحب واحنا واقفين في المطبخ برضو، اصحابك قبل كده كانوا كاتبين تعليق ان ماما على طول بتقول لك يلا بسرعه. ماما كل الامهات يا اصحابنا بيحبوا ايه؟ السرعه، عشان ما نتعبش في المطبخ. خلاص كفايه كده. ماشي يلا هنعمل ايه بقى؟ نحط طبقه جلاش. ايه جلاش. يلا خدتي بقى. ده انا كان زماني عملت مصنع جلاش. تاني. واحد اثنين. يلا شطور. ما تحطي زيت. لا نحط السمنه فوق الجلاش. يلا شطوره وري بابا. بصي يا بابا. بصي يا بابا عشان اوريك عشان تتعلم. بابا اللي هيتعلم. ما بلاش انت. فاكره ام الكفته؟ فاكره اقول لهم عملت ايه في الكفته؟ لا قولي. اقول لهم عملت ايه في الكفته اللي في الفرن؟ قولي. كنا بناكل فحمه طعمها جميل، وحياه ربنا ما كان فيها اي لحمه من كتر ما هي نشفت. كده؟ انجزي يلا بقى بسرعه. كده تجيب كده. انا قطعتها تقطيعه حلوه قوي. انا هقطعها. ماشي بس يلا خلصي. وانا اللي هعمل سلطه. ماشي. وانا احمر بطاطس. ماشي. وبابا ياكل. مين اللي يعمل الحلو بقى؟ رز بلبن. انا. قولي لاصحابنا ان انت مبسوطه. قولي لهم انت مبسوطه ليه النهارده؟ تعالي يا جايده اقفي جنب اختك. عارفين ادخلي يا جايده اقفي جنب اختك. عارفين جودي مبسوطه ليه النهارده؟ عشان احنا على طول بنصور وبابا ايه، بابا في الشغل صح، او بنصور وبابا نايم. انت بتعملي ايه صح؟ فاصحابك على طول يقعدوا يقولوا لك فين بابا، نقول لهم بابا في الشغل. بابا ما بيحبش يطلع معانا قدام الكاميرا صح. بس بابا دلوقتي واقف قدامكم، النهارده الجمعه اجازه. وهعلمه. انت اللي هتعلميه. ده هيظبطك بعد الفيديو. لا ده هيظبطك. طب يلا علشان نعمل الاكل. نو انت هتعملي السلطه. يلا يا جودي بقى بسرعه. احنا كده حطينا طبق. حطيتي سمنه؟ اهو. شطوره. ماشي يلا. ميه قصدي غرقانه يعني سمنه. بتلفها علشان التانيات ما تبقاش كلها في ناحيه واحده. بص الذكاء، تبقى متنيه مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي. يلا شطوره. بص يا بابا دي ذكيه. يلا بس اكل بريمو ده. ايه اكل بريمو؟ اكل بريمو. فاهمه يعني ايه بريمو؟ يعني احلى حاجه. بص يا بابا نجيب شويه سمنه. يا خلصي، عايزين ناكل نحوسها. واخد بالك ده ولا عسل؟ واخد بالك من نحوسها. نحوسها كده. طب يلا بسرعه. بعد كده تثنيها كده اهو. يس. نحوسها تاني. بعد كده تطلع. واخد بالك من تلحوسها؟ اخر التعليمي في المطبخ نلحوسها اهو. كنا نعمل ايه تاني؟ نكمل الطبقات. يلا بسرعه. اخر طبقه خلصيني. هقول لك دلوقتي يمين ولا شمال. اخر طبقه انت عملتي ايه؟ هقلبها لجوه. تنيناها على جوه علشان وش صينيه الجلاش اللي هو الوش ده ما يبقاش فيه تانية كده صح. دلوقتي خلاص ممكن ايه، ممكن دهنه بسيطه خالص سمنه عشان بس ايه. يلا بقى دهناها. هتحطي بقى ايه على الوش؟ انزليها بالبركه. ماشي افتحيها بسرعه. بس يا جودي على فكره بتطولي جدا. ما كنتش تحلمي من الاول. والبصي انت عرقتي اساسا. لا. يلا يلا حبيبي هاتي مقص. هاتي مقص ليه؟ ما عندناش ايدين اهو. انت كده خرمتيها يا مسكين. لا اله الا الله. ما احنا نحطها في علبه بعد كده. افتحي يا جودي خلصي. مش قويه زي اهو. مش ماشي كفايه انت قويه. يلا خدي بقى جبنه موتزاريلا بس فرفطيها، ما ترميهاش قطعه كده.
ايوه شطوره. غرقي الوش جبنه موتزاريلا عشان تمط كده تبقى حلوه. هي حطينا في النص بسترما. بسترما انا حطيتها. ماشي يلا، كان عندنا بسترما في الفريزر. الشوربه هتسيح مع السخونيه، هتبقى جميله. يلا بقى بسرعه غرق الوش كله. بص كده دلوقتي بقى لما نيجي نقطعها. استني وريني. انت قلتي لي ما تحطيش في الاطراف، عشان لو حطيتي في الاطراف يا اصحابي هتتحرق. ايوه يا كويس ان انت، والله انا نسيت اقولها صح. لما نحط ايدك عماله توقع جبنه موتزاريلا، لما نيجي نحط جبنه موتزاريلا ما نقربش قوي ايه من اطراف الصينيه، علشان هي قربت طرفتين اهم. طرفتين انت عايزه درس لغه عربيه. خسرت فلوس السنه اللي فاتت يا خسارة. يا لهوي يس يس. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي اما نيجي نقسمها نقطعها نعمل ايه؟ كده كده كده، عشان يبقى كل واحد ياخد مربع كبير. ايه رايك؟ هاتي السكينه يلا. دلوقتي انا اللي قسمتها بالسكينه، عشان جودي لسه مش بتعرف تمسك السكينه يعني مش بتعرف اقصد اقول تقطع الجلاش. انت بتعرفي تمسكي السكينه بس ما تعرفيش تقطعي الجلاش. دلوقتي معلش، دلوقتي اخر خطوه احنا لازم نعمل ايه؟ ماما دفت البوتاجاز، سخنته شغلته ودفته. ايه وانا بقول لك سخنته لخبطتيني. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسقي الجلاش بتاعنا. يلا يا جودي بقى، معانا بيضه وحطينا. يس شطوره. وحطينا عليها شوية فلفل اسود. يلا يا جودي يلا يا جودي. وصغيرة يا نصحة، صغيرة بتبقى ايوة اسرع. نضرب البداية كده كويس، حطي عليها شوية لبن عشان تتضرب معاكي. يلا بسرعة. كم لبن؟ حطي لبن كده لحد ما اقولك كفاية. يلا تاني 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 تاني، بس كفاية. جايدة يلا قلبيها بقى كده كويس في بعضها. قلب قلب قلب. لا ربيها ربيها، اضربيها ايوه عشان كله بس يختلط ببعضه كده. خلاص البدايه فكت. فكت. Are you sure؟ يس. هطلع كده الشوكه. لا لسه سنه كمان. يلا كفايه كده، شيلي الشوكه شايفه هنا. يس. بصي بقى امسكي الطبق وغرقي بيه الجلاش. نو يلا يا جودي، بإيد واحدة يا جودي. يلا سقسقي كده. يس امشي امشي امشي، شاطر شاطر. ايه الحلويات في الحتة الفاضية يا ماما؟ حطي بقى في الحتة الفاضية، ده انت ذكية. حطيتي في كله ما عدا الحتة الفاضية. بصي بقى. لا والله لا. طب ايوه اعمليها كده. بصي لازم لازم ايه؟ خسرتي الجبنة موتزاريلا. ما كله هيسيح في قلب بعضه. ايه الذكاء ده؟ ايوه هو كله هيسيح دلوقتي في قلب بعضه. بصي بقى ايه بالسكينه كده قطعها تاني. لا مش بقطعها، بنبعد القطع عن بعضها عشان ما تلزقش، عشان نبقى نطلع كل قطعه كده ايه لوحديها. تم بحمد الله. على الفرن على الفرن. يلا يا ماما على الفرن. المفروض يا اصحابنا وجودي افتح الفرن على اخره. طف الشبكه ولا تحت؟ على الشبكه. اصحابنا جودي موجود بهي. امسكي الصينيه من جودي، امسكي الصينيه من ايديها. يلا على الفرن. لا على الشبكه. جودي المفروض لما بتعمل. يلا يا جودي. ايوه لازم تلبس المرياله. والله والطاقيه اللي فوق دي في حصه اقتصاد منزلي. ماشي يلا اقفلي الفرن كويس. طمني بحمد الله. لمي لي بقى الليله دي كلها عشان نحمر بطاطس نعمل سلطه وناكل. انا اعمل سلطه بسرعه. نعم. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ الانسه هنا بتعمل سلطه والانسه هنا طلعنا الجلاش. حطيناه بس ايه ثواني. يا جبانه حطيناه بس ثواني قليله خالص تحت ايه تحت الشوايه. وانا هنا بعمل البطاطس، هنستناها بس دقيقه كمان. والانسه هنا عملت السلطه واقفه بتاكلها. بسم الله ما شاء الله. وريني بقى كده جايده، شفت كنت بتمضغي على كده. طيب يلا بينا كده نطلع اطباق كده ونظبط الدنيا ونوريهم بقى على السفره. يلا بينا. ماشي. بنوتي الشطوره عملت لنا عملت لنا احلى عشاء. عملوا لنا احلى عشاء الاثنين. انتي قمر قمر قمر. بس نسينا اهم حاجه. نسينا ايه بقى؟ البصل. هاتي شعرك ورا ودنك كده عشان تبقي اموره. نسينا ايه بقى؟ البصل. وبعد ما حطينا وانا بحط السلطه في الاطباق، فين البصل يا جايده؟ نسينا البصل، مش مشكلة. هقول لك فين البصل؟ كلته.
طيب مش مشكلة مش مشكلة. انا عايزاكي دلوقتي، عايزة اصحابك دلوقتي يشوفوا شكل الجلاش. امال ايه؟ بصوا شكله عامل ازاي. جودي اقطعي كده حتة، حاولي تقسميها كده او تشديها من بعضها. لا لا خليكي قوية. يلا لقمة كده صغننة. ويس شدي 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 اهو. بصوا جايدة جدعة يا جايدة. يلا يا بابا علشان ناكل. يلا تقولي لاصحابكوا بقى، تقولوا ايه لاصحابكوا؟ ساعدوا ماما. ساعدوا ماما وتعالوا اتفضلوا. يلا كلوا معانا ويا رب يكون الفيديو عجبكم.